السلام عليكم، ازيكم يا سنة تانية؟ معاكم أحمد نجاح في الرابعة. إن شاء الله هنشرح المراجعة بتاعة حصة الماتيرنال ريسبونس تو البريجنسي. والبريجنسي ده حدث جديد على الجسم، ده مش الطبيعي إن يكون في بريجنسي أو يكون في حمل. فبما إن أنا عندي حاجة جديدة على الجسم، الجسم بيبتدي يعمل ريسبونس ليها ويبتدي يعمل تغيرات عشان يقدر يتأقلم مع الوضع الجديد اللي بقى موجود، ان الفيميل بقى في فيتس معاها، فخلاص الجسم لازم يبتدي يعمل تغيرات. التغيرات دي بتحصل في ايه؟ التغيرات دي بتشمل تقريبا الجسم كله، كل الأجهزة المختلفة من قلب الكلية لجي اي تي لنيرفس لدم الريسبيريشن، كل الحاجات دي بتتغير. لكن التغيرات ديت برضو ليها حاجة معينة أو ليها ميزة، إن التغيرات دي بتبقى موجودة في فترة الحمل وبعد كده بتمشي من غير تأثيرات جانبية في أغلب الناس. ممكن نسبة من الفيميلز يبتدوا يتأثروا بعد الحمل، لكن إن الطبيعي التغيرات دي بتيجي يا دوبك فترة الحمل وبتبتدي تمشي. تمام، طيب دول الحاجات اللي احنا هنتكلم عليهم في محاضرتنا. تمام، لكن أنا عندي حاجتين مهمين لازم تعرفهم معايا قبل ما نبدأ المحاضرة. الحاجتين المهمين دول، أول حاجة اليوترس انلارجمنت، تاني حاجة البروجسترون. طب إيه دول؟ دول الكي ووردز بتوع المحاضرة، اللي هو أول ما تتزنق في سؤال إيه السبب؟ يعني أنا مثلا بقول لك إن أنا عندي حاجة حصلت، سببها ايه؟ هيبقى حاجه من الاثنين، يا اما اليوترس انلارجمنت يا اما البروجسترون. طب اليوترس انلارجمنت لو جيت تبص معايا على الصور هنا، تمام، هيقول لك هيفهمك اكتر اليوترس انلارجمنت بيعمل ايه. هنا الصوره ديت، بص هنا مكان الاستومك اهو، بص انا عامل كنت عامل خط الاستومك هنا، دي الاستومك الطبيعيه، بص مكانها تحت كده. لكن عندي بريجنت فيميل، بص الاستومك مستواها عالي ازاي، دي بتعمل تاثير، اه بيبقى في الجي اي تي تشينجز، ودي هنقولها. تاني حاجة برضو الدايفرام، لو جيت تبص معلش هنا اللي تحت ده كده، ده الدايفرام الطبيعي، لكن البريجنانت تبص الدايفرام مستواه عالي ازاي، فدي تغيرات، اه تغيرات. تاني حاجة البروجسترون بيعمل ايه؟ البروجسترون بيعمل لنا سكريتال ماسل ريلاكسيشن وفازو دايلاتيشن للبلاد فيسلز، بيوسع الاوعية الدموية. تمام، وده هيساعدنا كتير في ان احنا نفهم اسباب التغيرات اللي بتحصل او التغيرات اللي بتحصل في الاجهزه بتبقى عن طريق ايه. يبقى انا عندي اهم كلمتين قلناهم هما اليوترس انلارجمنت، تاني حاجه ايه البروجسترون هرمون. تمام، تعال نبدا محاضرتنا. تمام، وتعال نجيب الموضوع من الاول. تمام، انا دلوقتي عندي بريجنسي، اعرف منين ان انا عندي حمل؟ اعرف منين ان الفيميل دي حامل؟ هتلاقي فيه هرمون مهم جدا، ده بيزيد في اول 3 شهور في الحمل، خلاص اول ما بتلاقيه موجود خلاص انت كده بيدل ان في حمل. ايه هو الهرمون ده؟ ال اتش سي جي، ده بيزيد في اول 3 شهور، بعد كده بيبتدي يقل، بعد كده خلاص هو خلص مهمته، عرفك ان في حمل وخلاص. تاني حاجه عندي الهرمونين المهمين جدا والمعروفين جدا هما الاستروجين والبروجسترون، ودول بيبقوا موجودين طول فترة الحمل وبيبقوا مستواهم زايد. وعرفنا فايدة البروجسترون، الاستروجين ده بيهيئ الجسم عشان خاطر الولادة. تالت حاجة أنا عندي الهرمونات بتاعة الثيرويد جلاند. احنا الثيرويد جلاند كانت بتطلع التي 3 والتي 4 والتي اس اتش، التي 3 والتي 4 بيزيدوا لكن التي اس اتش ما بيتأثرش بالحمل. لو رحت بعد كده على الانتيرو بيتوتري هرمونز، هتلاقي فيه اول حاجه عندنا الاي سي تي اتش، ده بيزيد، وكنتيجه طبيعيه جدا لزياده الاي سي تي اتش هتلاقي الكورتيكوستيرويدز بتزيد. وبعد كده لو جيت تبص على البرولاكتين، هتلاقي بديهيا جدا ان البرولاكتين ده يزيد. ليه؟ لان انا دلوقتي بقى عندي حمل، تمام، وبعد الحمل هيبقى فيه ولاده، وبعد الولاده بيبقى فيه رضاعه، والرضاعه بتبقى محتاجه ملك، والملك بيطلع بسبب البرولاكتين، فخلاص البرولاكتين لازم يزيد. البرولاكتين لما بيزيد بيقوم رايح على ال اف اس اتش وال ال اتش، يقول لهم اركنوا انتوا على جنب لان احنا مش هنحتاجكم فتره، فخلاص البرولاكتين بياخد الايه المقدمه. بعد كده الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون ده بيزيد، لما بيزيد بيزود لنا البيجمنتيشن. تمام، يبقى انا تقريبا كل الهرمونات اللي عندي، كل الهرمونات بتزيد في الحمل ما عدا ال اف اس اتش وال ال اتش بسبب ان البرولاكتين زاد. تمام، دي اول حاجه، خلاص عرفت ان انا عندي فيه حمل. تمام، بالنسبه للهرمونات. تاني حاجه ايه اللي بيقول لي ان برضو بتبقى حاجات بتحصل في الحمل؟ لو جيت تشوف في التلفزيون او حاجه، بي مثلا قاعدين يفطروا ولا اي حاجه، تلاقي بقى ملهاش نفس تاكل ولا بتاع، وفي ترجيع وكده، فده فعلا بيدل على ان في بريجنسي، اه لان انا بيبقى من الجي اي تي تشينجز ان بيبقى في عندي مورنينج سيكنس. المورنينج سيكنس دي بيبقى فيها نوزيا وفوميتنج، النوزيا وفوميتنج ديت بتبقى موجوده بسبب زياده الكرونيك جونادوتروبين هرمون اللي هو الاتش سي جي. تمام، فده لما بيحصلوا مع بعض خلاص بتلاقي عندك نوزيا وفوميتنج، ودي فعلا بتبقى علامه بتقول ان في حمل. تاني حاجه الاسوفيجيال ريفلكس. تمام، لو جيت تفتكر معايا الصوره دهيت، اللي هي الصوره اللي على الشمال، الاستومك نسبتها او مكانها عالي لفوق شويه بسبب ان اليوترس ضغط عليها،
وفي نفس الوقت عندي بروجسترون هرمون اثر على الاسفنكتر بتاعت الاسوفجس، فخلاص خلى الحاجات تبتدي ترجع تاني من المعده للمريء، فبيبقى عندي ارتجاع. يبقى انا عندي مورنينج سيكنس، تاني حاجه الاسوفجيال ريفلكس، وبعد كده تالت حاجه عندي كونستبيشن، والكونستبيشن بيبقى فيه امساك، وده بيبقى سببه حاجتين، اليوترس انلارجمنت والبروجسترون. طب اليوترس انلارجمنت بيعمل ايه؟ بيضغط على الكولون، والبروجسترون بيعمل ايه؟ بيعمل ريلاكسيشن للمسل وول بتاعت الانتستين، فبيقلل الجي اي تي موتيليتي، حركه الجي اي تي. يبقى الاثنين دول بيعملوا لنا كونستبيشن، الجول ستون ابيرنس. بتلاقي عندك برضو ان انا عندي الكونتراكشن بتاع الجول بلادر بيقل، وفي نفس الوقت الترانسبورت بتاع البايل بيقل بسبب الاستروجين. فكده خلاص خلصنا الجي اي تي والهرمونال، وعرفنا ان انا عندي فيه حمل، تمام؟ فكنتيجة طبيعية للحمل لو جيت تبص على النيوتريشنال والبادي ويت هتلاقي ان انا عندي نسبة الوزن بتاع الجسم ده بيزيد، وده بديهي جدا، وده بيزيد لان انا الفيميل كانت لوحدها، بعد كده انا بقى عندي في فيتس، وبعد كده الحجم بتاع اليوترس زاد، وفي نفس الوقت حجم البريستس برضو زاد، وكمان الفات نسبته زادت في الجسم، والامنيوتك فلويد زاد، وفي بلاسينتا، وكل الحاجات دي حصلت، فطبيعي الوزن يزيد. وتاني حاجة الحاجات يعني الأم الحامل بتبقى محتاجة تغذية أكتر، فبيبقى الطلبات بتاعتها نيوتريشنال ديماند بتزيد. لو جيت تبص على الكالوريك انتيج برضه هتلاقيه بيزيد جدا، ممكن يوصل 300 كيلو كالوري، البروتين 70 ل 75، الحديد بيزيد، الفوليت برضه بيزيد، الفيتامينات أغلب الدكاترة بينصحوا بأن الأم تاخد فيتامينات كتير في فترة الحمل عشان تتماشى مع المتطلبات بتاعتها. وفي نفس الوقت برضه النيرفس سيستم تشينجز، هتلاقي ان الفيميل البريجننت بتلاقي مودها متغير، ملهاش حاله ثابته، شويه بتبقى متضايقه جدا، شويه بتبقى مهيبره بزياده، فبيبقى عندك مود تشينج اللي هو بيبقى فيه بقى اكسايتمنت، ديبريشن، بتبقى متغيره، تمام؟ انا قلت بعد كده ان انا عندي البروجسترون بيعمل ايه؟ البروجسترون بيعمل لنا ريلاكسيشن للوولز، وبيعمل لنا فازو دايلاتيشن. الفازو دايلاتيشن ده بيبقى عمومي في الجسم كله، فبيبقى في سيستميك فازو دايليتيشن. السيستميك فازو دايليتيشن ده بيأثر على الكليه ازاي، او الكليه بتستجيب منه ازاي؟ ان انا دلوقتي بيزيد الرينال بلاد فلو اللي بيدخل للكليه، بيزيد بنسبه كبيره جدا، ممكن يوصل لحد 60%، تمام؟ تاني حاجه الجلوميرولار فلتريشن ريت اللي هو الجي اف ار بيزيد بنسبه حوالي 50%، وده لما يزيد نسبه اليوريا والكرياتينين بيقلوا، تمام؟ وبعد كده لكن نسبه اليورين بتزيد، يبقى انا عندي اليوريا والكرياتينين بيقلوا لكن نسبه اليورين بتزيد، حلو الكلام؟ وبتلاقي خلاص بيبقى في عندك الاملاح والميه بيتحبسوا جوه بسبب زياده الالدوستيرون والاستروجين، تمام؟ يبقى انا دلوقتي خلصت معاك الهرمونال، النيرفس، الرينال، النيوتريشنال، والجي اي تي. فاضل لنا ثلاثه، الكارديو فاسكولار، ريسبيراتوري، والبلد، تمام؟ تعال نقول الريسبيراتوري، ويبقى لنا البلد والكارديو فاسكولار هم بيبقوا الاثنين مع بعض. الريسبيراتوري تشينجز اللي عندنا هتلاقي ان انا نسبه الحرق بتبتدي تزيد، تمام؟ لان خلاص التغذيه في الاول بتبقى للاثنين، للام وللجنين، فطبيعي نسبه الحرق بتاعتها بتزيد، فلما الحرق يزيد نسبه استهلاك الاكسجين بيزيد، ولما الاكسجين يستهلك بزياده خلاص يبقى انت محتاج اكسجين بزياده، فطبيعي البيزن ميتابوليك ريت بتزيد، والاوتو ديماند والاوتو كونسمبشن بيزيدوا. تاني حاجه الريسبيراتوري مينيت فوليوم بيزيد، وده بسبب زياده حاجتين، بسبب ان انا عندي معدل التنفس بيزيد خصوصا في اخر شهور الحمل، وتاني حاجه التايدال فوليوم بيزيد. في حاجتين عندنا بيقلوا اللي هما الريسيدوال فوليوم بيقل والسي او 2 بيقل، ولو جيت تبص هتلاقي بسبب ان الديافرام طلع نسبه السي او 2 في الدم بيقل، وهتلاقي السبب اللي عندنا بسبب ان انا عندي الديافرام طلع لفوق بسبب ان انا عندي يوتراس انلارجمنت، زق الديافرام، الديافرام زق الرئه لفوق ما خلاهاش تاخد مساحتها الكافيه في انها تعبي الهواء اللي هي محتاجاه، فقلنا عندنا الاي ار في والريسيدوال فوليوم وخلافه، حلو الكلام؟ يبقى كده خلصت الريسبيريشن. عندي بعد كده الكارديو فاسكولار سيستم، هتلاقي انا هتكلم عن حاجتين في الكارديو فاسكولار سيستم، ضغط الدم والكاردياك اوتبوت. ضغط الدم هتلاقيه بيقل في اول 3 شهور من الحمل، وبعد كده بيرجع طبيعي تاني، لكن الكاردياك اوتبوت هتلاقيها بتزيد في الحمل، شغل القلب بيزيد، ويزيد عندنا بسبب حاجتين، بسبب ان انا عندي معدل ضربات القلب بيزيد، وممكن يوصل لحد 85 دقه في الدقيقه، وده بيبقى حاجه طبيعيه مفيش مشاكل منها. تاني حاجه ان انا عندي الاستروك فوليوم والبريلود بيزيدوا، ودول بيزيدوا بسبب حاجتين، ان انا البلاد فوليوم بيزيد اللي هو حجم الدم بيزيد، ودي هنقولها دلوقتي او هنفسرها اكتر في البلاد، فعديها ان انا عندي البلاد فوليوم بيزيد. تاني حاجه ان انا عندي الفاسكولار ريزيستنس بتقل. طيب لو جيت اقول لك يعني ايه او ليه الفاسكولار ريزيستنس بتقل،
هتقوم قايل لي خلاص زهقنا، البروجسترون بيعمل فازو دايلاتيشن، فبما انه بيعمل فازو دايلاتيشن بيوسع الاوعيه الدمويه، بما انه بيوسع الاوعيه الدمويه خلاص لما تيجي تعدي حاجه فيها مش هتلاقي مقاومه بالشكل الكافي. يبقى انا برضو بقلل البلد. قلت اول حاجه عندنا في اخر حاجه في الكارديو فاسكولار اللي كانت البلد فوليوم بيزيد. فالبلد فوليوم بيزيد ليه؟ البلد فوليوم بيزيد بسبب نسبه بسبب ان البلازما نفسها حجمها زاد. يبقى انا البلد فوليوم بيزيد بسبب ان البلازما فوليوم زادت مقارنه بالزياده في حجم الار بي سيز. فلما انا عندي البلد فوليوم، قصدي البلازما فوليوم بتزيد مقارنه بحجم الزياده في الار بي سيز، هتلاقي عندك ثلاث تغيرات: نسبه الهيموجلوبين او تركيزه بيقلوا، والهيماتوكريت بيقل، وعدد الار بي سيز بيقل. تاني حاجه، انا عندي نسبه الصفائح الدمويه بتميل ان هي تقل تدريجيا، لكن بتفضل في النورمال، في النورمال ستيت ما بيبقاش فيه مشاكل حتى لو البلاد كاونت او البليتلت كاونت بتقل. تالت حاجه واخر حاجه، البلاد كواجيوليشن بتزيد، معدل التجلطات بتاع الدم بتزيد. بسبب ايه؟ بسبب الحاجات اللي بتعمل جلطه بتزيد، والحاجات اللي بتفك الجلطه بتقل. ده بديهي يعني. طب ايه الحاجات اللي بتعمل جلطه؟ ان انا عندي الفايبرينوجين بيعمل، والكلوتينج فاكتورز بتزيد، الاثنين دول بيزيدوا في نفس الوقت. الانتي او الانتي فايبرينوجين او اللي هو فايبرينوليتيك اكتيفيتي بتقل، والانتي كواجولانت بتقل. عشان كده ان انا عندي الام وهي حامل حتى بعد الولاده بفتره معينه بتبقى اكتر عرضه للفينا ثرومبوزس. دي عندنا صورة بتقول كل التغيرات اللي حصلت، سواء بقى من بلاد فوليوم او اللي اثرت على التنفس او حتى الهرمونات، ماشي. ودي هنا لو جيت تبص اخر حاجة خالص في المحاضرة، تمام، الصورة دي عندنا ديت البيجمنتيشن، زيادة البيجمنت، او دي صورة للبيجمنتيشن بسبب زيادة الميلانوسايت ستيمليتنج هرمون. هنا بديهيا ده في اول 10 اسابيع بيزيد، اللي هو في اول 3 شهور الاتش سي جي بيزيد، بعد كده بيقل. ده البرولاكتين بيبتدي يزيد اكتر 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 في اخر شهور الحمل. طبعا كده كده ده الاستروجين والبروجسترون ما بيأثروش. هنا دي البلاد فوليوم احنا قلنا ان هو بيزيد بسبب زياده البلازما فوليوم مقارنه بزياده الايه؟ الار بي سيز ماس. حلو، ودي برضو شبه، بس اتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا.